أقيم تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الاحتفال بيوم الحرس الملكي بحضور سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وذلك صباح اليوم، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية بهذه المناسبة. وانطلقت الأنشطة الرياضية بسباق الأكواثلون الفردي لمسافة 750 مترا سباحة و2005 500 متر جري، ومباريات كرة القدم، ومنافسات الكروسفيت، ومنافسات السباحة وشد الحبل وحمل النقالات، ومسابقة الجري 400 متر تتابع، والمسير لمسافة 4 كيلومتر والرماية. في حين اشتملت الأنشطة على عدد من الفعاليات الميدانية العسكرية، منها رماية إسقاط الصحون، ومسابقة المحارب، والخارطة والموصلة، وفك وتركيب الأسلحة وتجديف القوارب، ومسابقة اختراق الضاحية مسافة 4 كيلومتر. وقد شهدت منافسات الأنشطة الرياضية مشاركة متميزة من قبل منتسبي الحرس الملكي. وتوج سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في نهاية المسابقات الفائزين في المسابقات الرياضية، حيث استلم كأس يوم الحرس الملكي 2023 سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد فريق قوة الحرس الملكي الخاصة الذي حقق المركز الأول. كما قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتكريم اللجان المنظمة لهذه الاحتفالية وتكريم المشاركين في فعاليات يوم الحرس الملكي، حيث هنأ سموه الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف المسابقات الرياضية، معربا سموه عن شكره للقائمين على المنافسات لحسن التنظيم، ومعبرا عن فخره بما يتمتع به منسوبو الحرس الملكي من القوة والعزيمة والإصرار في هذه المنافسات، متمنيا التوفيق لباقي الفرق والمشاركين في الأنشطة الرياضية القادمة. وبهذه المناسبة أكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن إقامة هذه المسابقات والأنشطة الرياضية بمناسبة يوم الحرس الملكي يهدف إلى تعزيز ورفع مستوى اللياقة البدنية التي تسهم بشكل كبير في زيادة الكفاءة العسكرية بروح المنافسة الشريفة لدى المشاركين، والتي تؤكد ما يظهره منتسبو الحرس الملكي من تميز في الاستعداد والجاهزية وبلياقة بدنية عالية وروح الإقدام والمثابرة والتحدي والسعي نحو الظفر بلقب وكأس المسابقات الرياضية المختلفة المقامة لهذه المناسبة. وأعرب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن إعجابه بالمستوى العالي الذي يتحلى به المشاركون في هذه المسابقات وبالمستوى المتقدم في مختلف الأنشطة والمسابقات الرياضية التي تعد الدافع الأساسي والمهم في المحافظة على مستوى اللياقة البدنية والصحية والذهنية لدى العسكري، مشيدا سموه بالنجاح الكبير لهذه الفعالية وتحقيقها للأهداف النبيلة التي أصبحت دليل على حرص الجميع في التفاعل الإيجابي مع جميع البرامج والأنشطة الرياضية. حضر الاحتفال اللواء ركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من ضباط الحرس الملكي.